في موضوع آخر الآن، حيث أكد عبد الله بعلي السفير السابق للجزائر بواشنطن أن اهتمام الجزائر بالطاقة النووية يقتصر على استعمالها في الأغراض السلمية. جاء هذا التصريح على هامش الملتقى التحضيري للحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل المنظم بفندق الشيراتون بالجزائر العاصمة. مجد بن عربية، رصدت التالي. وعندنا اتفاقيات مع دول، مع الولايات المتحدة، مع اليابان، مع الاتحاد الأوروبي لتطوير استعمال الطاقة النووية لأغراض سلمية من ناحية في ميدان الطب، في ميدان الصحة، في ميدان الفلاحة، لأن الطاقة النووية لها فوائد عديدة، يعني لا تختصر على السلاح، لكن إذا كانت هناك نية طيبة وكانت شروط ملائمة من الممكن أن تؤدي أن تلعب الطاقة النووية دور إيجابي في تطوير الاقتصاد وفي تطوير ميدان الصحة وغير ذلك.